جينا بقى اللعبة من ألعاب التسعينات اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين بس مستمرة لغاية دلوقتي. أول ما قلت لهم عارفين لعبة تماثيل اسكندرية، دهب راح ترد عليا وقايلة لي الأغنية على طول، ده معناه إن احنا عارفين هنعمل إيه، صح؟ أول ما قلت تماثيل اسكندرية، تماثيل استوديو ماس، تماثيل ما بتتحركش، كل واحد هيعمل بوز ويثبت عليه، أهم حاجة البوز ده ما يبقاش فيه ضحكة، ولما أنا أجي بقى أتكلم معاكوا ولا تردوا عليا ولا تضحكوا. موافقين؟ موافقين. جاهزين؟ جاهزين. طب ريدي ستيدي جو. تماثيل اسكندرية، تماثيل استوديو مصر، تماثيل ما بتتحركش. شوف بقى ايه ده، ايه الثبات الفعلي ده سيدنا. اوكي. طب انا عايز اعرف انت عملتي اكت نون؟ عملتي ولا عملتيش؟ اطلع بره يا سين، اطلع بره. عملتيش اكل؟ ايه ده بتتحركي ليه؟ بتعملي كده ليه؟ بتعمليش كده؟ بتعملي تضحكي قبل ما اجيلك؟ اطلعي. انا قلت ما بنبتسمش، ده تمثال مبتسم، هل بيضحك؟ يا سلام على الثبات الانفعالي. استاذ فهد بقى ايه قال؟ يعني ما بيغرش ولا بيتخض ولا اي حاجه خالص خالص خالص. برافو برضو. طيب ما نشوفش اطلعي شات. كنت حاسه انا ماجلاكي اصلا. ماشي نرجع نشوف الاستاذه. العلبه بيقولوا لكم بابا 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 بابا. ده ايه الثبات الانفعالي ده؟ ده دايما بيقول لك بابا، ده عادي بيقول لك بابا. اوعى تتحرك. اوكي ما بيتحرك. اوعى تتحرك. وانت تتحركي. اوكي طب نيجي من هنا. طب هنا. طب هنا. جاي اهي. خلاص ضحكتي. طب اعمل ايه يا نقله يعني. انا عاجبني الثبات الانفعالي ده. ما بنبتسمش قلنا، ما بنبتسمش. طيب نرجع نشوف هنا اخبار. بابا 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 يا فندم. بابا 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 بابا. مفيش. اوكي ده والله ده الراجل ال... وهنا برضه، وهنا برضه. ايه ده؟ بقول لك نكته. طب بتضحك على النكت؟ طب انت بتضحكي على النكت؟ طب بصي دي. مش هنلحقها خالص. ماشي ده شطاره حلاوه طعامه. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا استاذ عصام؟ اعمل ايه يا شط؟ طب ايه اللي بيضحكوا؟ اعمل ايه؟ طب اقول لك نكته. اعمل ايه يا استاذ عصام؟ اوكي طب ايه اللي بيضحكهم؟ ما تفتنولي كده. لا اقول. هتقولي؟ طب قولي. مش منزعج حتى؟ ده تمثال بجد، ده واخد الموضوع جد قوي. طب مش مصدقه، مش مصدقه الثبات الانفعالي. طب انا هوقع. ما انا الله، ده انا لسه ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش حاجه. طب ايه الاسره دي بقى؟ هيفضلوا كده؟ هتفضلوا كده؟ طب ايه نكسب اسره على بعضها ما عدا ماما؟ ما عدا هي عمته ولا ماما؟ انت من هناك اصلا؟ عندنا واحد من هنا اصلا صح؟ وانت منين؟ وانت منين؟ انت من هناك ولا من هنا؟ انت كنت مين؟ انت بتضحكي؟ انت بتضحكي؟ انت بتضحكي؟ اطلعي. احنا بقى دي مش اسره واحده. طب هنشوف بقى مين فيكوا ايه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هل ما... هل حضرتك مثلا 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 ده عادي يعني؟ ده عادي الناس تقعد تعمل كده في ودنك؟ يعني مفيش اي حاجه خالص 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 خالص. بابا بابا بابا. طب لو قلت لك انقذ البطه دي يا فهد مش تنقذها؟ بص بتعمل ازاي دي؟ بتعيط 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 بتعيط. اصرخ في ودنك ايه اكتر من كده؟ بتعيط يا فهد، بتعيط يا فهدودي. ابتدى يضحك. ضحك اخيرا. ايه يا خلاص يا استاذ خلاص خلاص.
والله تمام والله العظيم. لا 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 يعني ثبات انفعالي مش عادي. تعالوا نخش نشوف التحدي اللي بعده ونشوف الاسره دي هتعمل فينا ايه اكتر من كده. ايه الشطاره دي؟